مساء الخير عليك يا محمد. مساء الخير يا شيماء، برحب بيك وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك، وعايز اطمن منك بقى على كواليس تدريبات النهارده الخاصه بالفريق، استعدادا طبعا للقاء وادي دجله. اكيد ده التدريب الاخير، وبعد كده ان شاء الله اكيد فريقنا هيروح للمعسكر المغلق، وعايز اعرف منك تفاصيل اكتر. زي ما قلت كده، قدم الفريق الاول بالنادي الاهلي برغم الاخير، استعدادا لمواجهه الغد ان شاء الله امام وادي دجله، وتنطلق في الثامنه مساء الغد في طبعا الاسبوع ال20 من مباريات الدوري العام. والتمرين بدا النهارده في تمام الساعه 4 العصر، واتكرر يعني استمر لقرابه الساعه وربع. يمكن التمرين لسه منتهي حالا قبل ما تكلميني. قد جميع اللاعبين بشكل طبيعي التدريب باستثناء كابتن احمد فتحي كابتن وليد الزارو، اكتفي بالجري الخفيف حول الملعب والتدريب بالجيم. فيما يبدا حسام عاشور ومروان محسن واحمد الشيخ بعض التدريبات العلاجيه مع الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل والاصابات. التمرين بدا بعض التدريبات الخفيفه باستخدام الكوره مع تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، بعد كده تم تقسيم اللاعبين بمجموعتين، مجموعه من المهاجمين والاجنحه ودول قاده التدريب بتاعهم بستيان وكابتن سامي قمصان مدرب الفريق، بينما كان مجموعه الوسط والمدافعين كابتن محمد يوسف المدرب العام ومستر الرشاش المدير الفني. بعد انتهاء التقسيمه في اختتام التدريب بتقسيمه في نص الملعب، راكب خلال الجهاز الفني على بعض الجمل التكتيكيه ان شاء الله التي ينوي تنفيذها ان شاء الله في مباراه الغد امام وادي دجله. فيما ادى حراس المرمى تدريب منفرد مع كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى، يمكن التدريب واضح منه شكل الجول ان شاء الله الخطه اللي هيحطها الفريق باذن الله بكره المباراه امام وادي دجله، وبعض الجمل اللي تم الاتفاق عليها بين الجهاز الفني واللاعبين. الاجواء هنا اكثر من رائعه، اللاعبين يعني واضح عليهم التركيز والتصميم مواصله الانتصارات واللحاق ان شاء الله والحصول والاعتلاء كما يعتاد النادي الاهلي على قمه الدوري. وانت بتكلميني في اللحظات ديت بيجهز اللاعبين علشان يستقل الاتوبيس والتواجد لفندق الاقامه للمبيت هناك استعدادا لمباراه الغد ان شاء الله امام وادي دجله. طيب عايز اسالك برضو من خلال متابعتك للتقسيمه اللي اتعملت النهارده في التدريب، ممكن تقول لي ملامح تشكيل بكره هيكون عامل ازاي؟ التدريب مش هيختلف كتير عن اخر مباراه امام مصر المقاصه، كان هيكون في حراسه المرمى محمد الشناوي، امام الرباعي في اليمين هيبقى لسه الكلام يمكن يتشهد بكره مباراه بكره مفاجاه باشتراك باسم علي، ولكن الاقرب لقدوم المباراه محمد هاني اللي ما اداش التمرين بشكل كامل النهارده خوفا عليه من الاجهاد، هيبقى في مركز قلب الدفاع هيبقى ياسر ابراهيم وايمن اشرف اللي بيعود بعد الاقراص اللي حصل على 3 انذارات، في الجنب الشمال علي معلول، في وسط الملعب هيبقى عمرو السوليه بشكل اساسي، وورا واحد يعني هيبقى يا اما كريم ندلي جنبه يا اما هيبقى ان شاء الله حمدي فتحي اللي برده ما كملش التمرين بشكل كامل خوف عن الاجهاد، لكن هم الحمد لله حالتهم الفنيه والبدنيه كويسه. قدامهم هيبقى رمضان صبحي وحسين الشحات ونصر ماهر، وفي الامام هيبقى دنيا وشيء. طيب عايزه برضو اطمن منك اخيرا على حاله المصابين. المصابين زي ما قلت لحضرتك يمكن حسام عاشور ومروان محسن واحمد الشيخ قدوا تدريبات علاجيه النهارده مع الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، واحمد فتحي ووليد ازارو اختفوا بس للجري حوالين الملعب. بشكرك جدا على وجودك معانا وطبعا على كل التفاصيل الخاصه بالنادي الاهلي وبتدريب النادي الاهلي. كان معانا زميلنا محمد توفيق مراسل قناه النادي الاهلي من استاد